أجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أمس اتصالا هاتفيا مع أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية المصرية. أعرب فيها جلالته عن خالص تهانيه وتمنياته لفخامة الرئيس المصري بالتوفيق والسداد في أداء مهمته الرئاسية بما يحقق تطلعات وطموحات الشعب المصري الشقيق نحو مزيد من التقدم والازدهار ومواصلة مصر لدورها الاستراتيجي والريادي في المنطقة نصرة لقضايا أمتينا العربية والإسلامية. وأكد جلالته أن مملكة البحرين ستبقى على الدوام داعمة لجمهورية مصر العربية وشعبها في جميع الظروف، مطلعين إلى العمل الوثيق لتعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين في شتى المجالات وعلى كافة الأصعدة.